يا نفس لبي نداء الله وامتثلي لأمره جل في خوف وفي وجلي وجانبي مسلك العصيان واتبعي نهج الهداتي فذا من أوضح السبل جد المسيرة إلى الرحمن واثقة وأخلص التوب في قول وفي عملي وأظهر الصدق للمولى بطاعته فطاعة الله تبري القلب من عللي وطاعة الله تسمو بالمنيب إلى مقام أهل الهدى ساداتنا الأولي فمن أطاع العلي ذا الملك نال بها محبة وغدا لله جل ولي يظله الله في رضوان جنته مع النبي ومن ولاه والرسل يا نفس ما لك عن ذا الخير لاهية فهل هنالك عن ذا الخير من بدل ما لي أراك عن الإيمان في صمم ألهاك شر الهوى بالسوء والدخل ما لي أراك لأمر الله جافية وتقتفينا سبيل الجهل والزلل يا نفس ما هذه الدنيا بدار بقى فشمري نحو روض الله كي تصلي كوني على حاذر من حسن رونقها فذي الحياة بنا تجري على عجلي دنيا بها فتن بالشر قد ملئت كم خالطت سمها بالشهد والعسل ما فاز من ذاب حبا في مفاتنها كم من شغوف بها أردته في مهلي لو دام زخرفها للغير ما وصلت إليك يا نفس عنها الآن فارتحلي في كل يوم هنا موتى نشيعهم والموت يطوي بساط العيش والأمل فاليوم نبكي الذي قد كان يصحبنا فما بقي منه إلا رسمة الطلل نلهو بأيامنا والموت يرقبنا في غفلة العمر تأتي لحظة الأجل كأن مران قد أعمى بصائرنا فنحن عن طاعة المعبود في كسل لا نهتدي بهدى الرحمن خالقنا نهيم في غينا كالطائش الثمل ويل لمن قد عصى المولى بفعلته ويل لمن بارز الجبار بالحيل أين المفر إذا ما النار قد زفرت مأوى العصاة عذاب غير منفصل بشرى لمن أسفرت نورا صحائفه عليه تاج الرضا يزدان بالحلل في جنة الله طابت للتقي سكنا لا حزن فيها ولا بالنفس من ملل يا رب عفوك عني والرضا أبدا واجعل بدارك يا مولى الورى نزلي ثم الصلاة على هادي الأنام ومن له الشفاعة يوم المحشر الجلل والحمد لله منشي الكون من عدم محيي القلوب وشافيها من العلل.